في موقع الهيئة نت قسم حقوق الإنسان، ما تعرضت له مدينة الموصل حول مناطقها السكنية إلى مقبرة لا حياة فيها. من صحيفة المدى، الطارمية لم تعد آمنة وأربع عمليات تطهير تفشل بتأمينها. من موقع كتابات، قوات مشتركة تصل إلى البصرة لردع النزاعات العشائرية. ومن موقع الجزيرة نت، خسائر فادحة للنظام السوري أمام التحالف الدولي. من صحيفة العربي الجديد، 49 قتيلا و220 جريحا بقصف للنظام الروسي وروسيا على الغوطة وإدلب. ومن القدس العربي، مسؤول أمريكي مقتل أكثر من 100 مقاتل موال للنظام السوري بعد إحباط هجوم. وأخيرا من صحيفة الحياة، فتح الشام، هدف روسيا في سوريا بعد امتلاكه صواريخ مضادة للطائرات.